The way. الطريق إلى سانتياغو. The Camino de Santiago. The way فيلم الطريق هو فيلم موجود قبل 5 سنين تقريبا. ليالي من ليالي الكلية كان عندي امتحان نهائي، كان المفروض أدرس وأقرأ وأحضر وأكون مستعد للامتحان، بس ما كان ما أسوي هالأشياء كلها. أكيد أخذت الطريق اللي يعني دائما متعود عليه أن ألهي نفسي بأشياء وأبتعد عن الدراسة. فالتهيت بهذا الفيلم، فيلم ما كنت أعرفه وشفته بالصدفة، استهواني، عجبتني الكلمات القصيرة المكتوبة عنه، بلشت أتفرجه. بعد لحظات لقيت نفسي ملتصق بالشاشة متابعة بانتباه. الفيلم يتحدث عن مسيرة كامينو دي سانتياغو، ألا وهي حج، مسيرة حج كاثوليكية الأصل، بها صبغة مسيحية، بها صبغة دينية روحانية وأيضا ثقافية في السنين الأخيرة. حبيت الفكرة، حبيت هاي المسيرة، حبيت هاي المشي، استهوتني جدا. أنا تركت العراق منذ أكثر من 10 سنين، ومن يوم اللي تركت العراق إلى اليوم أحن للعراق. أكيد واحدة من الأشياء اللي تعلمتها بالمجتمع الخارجي وخاصة بأمريكا، اكتشفت أنه صورة العراق والعراقيين جدا مشوهة. هاي الصورة ما يصلهم للغرب فقط هي الحروب والعنف والإرهاب، وهذا الشيء يعني أذاني بطريقة جدا قوية، ما مستحيل أقبل به. فأخذتها على صعيد أو على صعيد شخصي أن أتكفل بهذا الموضوع على إمكانياتي وقدراتي البسيطة، أنا أحاول أحسن هاي الصورة بالقدر اللي أقدر عليه. كامينو دي سانتياغو وهاي المسيرة بدت كمسرح ممتاز أنا أوصل رسالة حب وسلام من العراقيين والعراق إلى بقية العالم. المسيرة تمتد حوالي 850 كيلومتر، تمتد من جنوب فرنسا إلى شمال غرب إسبانيا، والمسيرة مشيناها مشيا على الأقدام. هاي المدة كل المسافة كلها استغرقت عندي حوالي 27 يوم، أنا كنت أمشي سريع. بهذا المشي تقدر تمشي أنت منفرد ولوحدك، أو تقدر تمشي ويا أصحاب ويا جماعات حسب كل من وتفضيله هو شلون يصير. فعادة أنا كنت أطلع بالأربع الصبح، يعني أطلع من المكان إحنا اللي كنا نبات به يسموه البرقي. البرقي تقدرون تتخيلوها مثل البنغلا أو مثل مضيف بسيط في قريولات كنا ننام به. وبالألبرقي منا أطلع من الفجر ونبدي نمشي إلى أن أوصل القرية الجاية اللي أبات بيها. ألاقي هواية ناس، ألاقي هواية شعوب، ألاقي هواية الناس من كل أنحاء العالم اللي ما في يوم توقعت إنه راح تربطني صلة وياهم، راح تربطني علاقة وياهم، وبالأخص ما كنت متوقع إنه راح يربطني حاضر بهم. وممكن تسألون شنو أقصد بهذا الحاضر؟ نبدأ عن الناس اللي التقيت بهم. التقيت بشخص اسمه هاي الصورة، التقيت بشخص، دول من الأشخاص اللي لقيتهم بالطريق، في كثير من الناس. التقيت هذا الشخص اسمه ميك جيرارد، رجل أسترالي عايش بأستراليا. أنا واحدة من القرى اللي وصلت لها اسمها تري كاستالا، معناها القلاع الثلاث. بهذه القرية أنا سامع بالطريق قالوا هذول يعرفون يسوون باتشا، الباتشا يسموها كبيزة بإسبانيا، فقالوا يعرفون يسوون باتشا، وأنا مشتهي باتشا وأحب الباتشا، فقلت أوصل لازم أكل. طلعت العصر نروح نتعشى بمطعم أو فتشي، ولقى هذا الرجال قاعد ياكل باتشا حسب الاصول. هو مثل ما تشوفوا عيونه زرق مبين شانش قراني، يعني مو مال يعرف باتشا. فقررت اتحارش بيه شويه واسال عن هذا الموضوع. خلال تعرفه علي افتهمت انه والد ميك هو كان جندي بريطاني بالعراق في زمن الحكم البريطاني قبل تقريبا 100 سنه. والد ميك كان جدا متاثر بالحضارة والثقافة العراقية، والحمد لله والشكر وصل إلى ميك وابنه وبقية العائلة صورة جدا طيبة عن العراق والعراقيين. واحدة من الأشياء اللي عشقوها هم الفاتشة والأكل العراقي. وميك حتى كان يعرف السمك المسقوف، وقال إحنا حاولنا نسويه بأستراليا بس أبوي يقول الطعم ماكو منه. أثاري هو كان يحكي عن الكارب. ميك واحدة من الشخصيات اللي التقيت بها، اللي مثل ما قلت أنا ما كنت في يوم أتوقع ألقى شخص راح تربطني به ثقافة وحضارة تاريخية أنا أنتمي إلها وهو يعرف عنها. من ضمن الأشخاص اللي أيضا تعرفت عليهم هي زوجة ميك كيرين، وهاي الصورة لهم اثنينهم. سوري الصورة هي شوي، إذا ممكن نرجع سلايد، الصورة هي شوي مغوشة، أنا كنت أمشي وراهم وأخذتها بتليفوني فطلعت مغوشة.
زوجة ميك كيرن أمرية كانت مصابة بمرض السرطان وكانت عندها معضلات صحية جدا قوية. الأطباء استبعدوا فرصها بالحياة، استبعدوا فرصها بالمشي، ولكن بالدعم المعنوي اللي حصلته من عائلتها والأصدقاء هي قدرت بعد تقريبا أشهر من التشخيص الخاطئ للأطباء أنه تجي تمشي هاي المسيرة ويانا. مسيرة 850 كيلومتر، امرأة في منتصف الخمسينيات بداية الستينيات مشتها رغم المرض، بس هي أخذتها تحدي إلها وكملت الموضوع ومشت بها ما عندها أي مشكلة. ميكو كان جدا لطيف، في من هاي حبيت أعرفكم عنهم حتى تكون أكو فكرة الأسباب بالمشي بهاي المسيرة. الشخص الجاي اللي بعدها إذا ممكن، هذا الإنسان اسمه برنارد، رجل أيرلندي وجدا لطيف وفكاهي، وهذا كان يمشي مشي يعني كلش استغربت لما يعني فرحت واستغربت لما سمعت السبب. هو كان موعد أخوه توفى قبل أكثر من 5 سنين من تاريخ المسيرة، ووعد أخوه أنه يمشي لهذه المسيرة والحجة باسمه، فهو كان يستخدم جواز أخوه واسم أخوه بالمسيرة كلها. وأنا هذا الشيء جدا فرحت به لأنه وضح لي أنه إحنا عندنا بثقافتنا أشياء إحنا نسويها موجودة هي أيضا بالعالم. فلذلك اكتشفت أنه إحنا ممكن كنا يعني إحنا كنا أبناء لوطن واحد ألا وهو الإنسانية. كثرة الأسباب اللي الناس تمشي بها الطريق، وأكيد أنا لي أسبابي. فإذا ممكن السلايد شباب، شكرا. فأنا لي أسبابي بالمسيرة أيضا. فلما كانوا يسألوني أنت حمزة ليش تمشي، فجوابي كان دائما يكون أنا جاي أمشي بالدعاء للسلام للعراق والعراقيين. هذا الجواب كان يخلق حب فضول، صار عندهم حب المعرفة والتعمق بهالموضوع، يريدون يعرفون عن الحياة اليومية للعراقيين، عن هذا البلد، شنو اللي يدفعه، شنو اللي يسويه. فيسألون أسئلة هواية، وأنا كنت أترحب وأتمنى يسألون هاي الأسئلة حتى أوصل معلوماتي. من يسألون ومن نتعمق هاي كانت فرصتي أن أوصل كلام وأوصل صورة هي مغايرة للي يعرفوا، وحاول أتمنى أن أغير رأيهم، والحمد لله نجحت بهذا الشيء. هنا أنا كنت أحدثهم عن دجلة والفرات، هنا كنت أحدثهم عن الفنانين، الرسامين، الثقافة، الحضارة الموجودة عندنا. هنا كنت أحدثهم عن الغيرة والروح العراقية اللي ما موجودة بأي مكان آخر بالعالم. هنا كنت أحدثهم إحنا كيف نساعد الغريب، كيف إحنا نساعد بعضنا البعض، علاقات الجيران مع بعضهم، هاي الأشياء ما موجودة بالخارج، ما موجودة بأي مكان، هاي فقط بالروح العراقية. والشيء اللي الأبدع بالموضوع ألا وهي هاي الصفات وهاي الروح ما دامت موجودة ولا زالت موجودة، هي إذن أكو بصيص أمل للتطور الثقافي الاجتماعي والحضاري. ما دامت هاي العادات وهاي الروح عايشة بينا، إذن إحنا ممكن نتقدم وممكن نتوصل ونصير من أحسن بلدان العالم، لأن طيبة قلوبنا وعراقة ثقافتنا ما إلها سابق ولا إلها مثيل. بهاي القصص كلها كان الناس جدا يتأثرون، كان أحس يتعاطفون وياي، يتعاطفون كأني ابنهم، كأني منهم وبيهم، يتعاطفون مع العراق كأنه بلدهم. كانوا يشعرون بالخجل، بالحرج لعدم معرفتهم بهذا الشيء اصلا، يعني يعتذرون يقولوا احنا اسفين بس ما توصلنا هاي الاخبار، احنا شقد كيفنا سمعنا من عندك هذا الشيء، ويقولوا احنا نوعدك احنا من نوصل راح نحدث الناس عن هذا الشيء، نوصل هاي الرساله لاهلنا واصدقائنا هناك، لانه لازم هذا الشيء نصحح هذا الخطا، هاي الصوره الغير صحيحه. من نوصل احنا دائما همينا من نمشي لازم بالمسيره نحصل اختام من كنائس كل ما نمشي. اذا اكو صوره الشباب ممكن، هذا جواز المسيره، هذا ختم من كل كنيسه. من نوصل للدستنيشن الاخير المكان الاخير يشوفوه يعطونا شهاده انه مشينا. فبهذا المكان دائما اكو رهبان وراهبات بالكنيسه، هم يديرون هذا الشيء ويعطونا الختم، فيسالوك انت ليش تمشي. فلما نعطيهم الجواب كانوا يعني يبكون، صدقوني كانوا يبكون كأنه العراق بلدهم وبيهم حرقة بقلبهم، يتعذرون على الأوضاع اللي إحنا نمر بيها. بعد هاي المحادثات وياهم كانوا يدعون الناس إلى يقومون بقداس وقت العصر، فيجون يعني يسووا له دعاية، يقولون يا بلي يجي ترى إحنا ساعة 4 العصر راح نسوي قداس دعاء للسلام للعراق.
أنا كنت أول الحاضرين للقداس أكيد، وما يحتاج، ما أعرف شلون أوصلكم مشاعري شنو كانت، ما أقدر أوصفها. بس لما كنت أوصل كنت أشوف عشرات إذا مو مئات الناس يجون إلى كنيسة صغيرة بسيطة في قرية، بعد ما مشوا هاي المسافات كلها يدعون للسلام للعراق والعراقيين. موقف وصور ما أعجز عن وصفها بالكلمات، ما أعرف شلون أوصلها فاعذروني. هاي التجربة كانت تجربة جدا غنية لي بحياتي الشخصية، وبنفس الوقت أنا جدا سعيد سنحت لي فرصة أن أقوم بها، أن أوصل هاي الرسالة. أتمنى أنه أقدر أوصل هاي الرسالة، وأنا أوعدكم أنا على قابلياتي وعلى قدراتي أستمر بهذا الشيء. أتمنى للسلام لبلدنا العراق، أتمنى للسلام للجميع. الدرس الأكبر اللي تعلمته من هاي المسيرة أنه إحنا كلنا بغض النظر عن الديانات والاختلافات والدول اللي نجي منها، إحنا كلنا نجتمع تحت خيمة الإنسانية، وهاي خيمة الإنسانية تحوينا وكلنا من أبنائها، وإن شاء الله تستمر، وإن شاء الله العراق من أحسن إلى أحسن. شكراً.